والله مخازي ما تستحون، ما تخجلون، ما تقولون حرام، ما تقولون هذا بلدنا، ما تقولون هذا ملك عام. عمي ثيلين باك، انت سامع لك ثيلين باك؟ هذا الثيل اللي مسوينه من البوابة مال حي المعلمين لحد نهاية الشارع، ناس تجي تبوق بيه، يعني هذا مو بلدكم؟ هذا مو تخريب؟ يعني بايقين الثيل على طوله يطبقوا شالهن ابو ستوته ابو دراجه ما اعرف منين، مع احتراماتي للخيرين. عمي عيبه فشل، ثيل سامعين بثيل باك، وهذا مشوهين منظره من مدخل حي المعلمين الحص صوره الحكيم. ما استحون، ما تخجلون. عمي الشركه المنفذه تعالوا شوفوا الشارع، حطوا لكم ثيلات ثانيه وحطوها تشولوا فراغ وثبتوها بعد، يلا ترملوا تخلون عليها حراسات.